شو الموضوع؟ ما في اي موضوع. ايه اجيت من دون سبب. ما فهمت انت شو عم تحاول تقول. هلا هذا هو الحل بنظرك؟ لا، الحل انه حضرتك تقلي شو بدك. لك هازان، تذكري ما انت اللي قلتي هالتافه مريض وقلتي بده حبس بمشفى المجانين كمان؟ شو اللي عم تعمليه هلا؟ كرمال هيك اجيت لهون، انا بعرف هالحكي من الاول. معناتها ليش ما عم تتصرفي كانك بتعرفي؟ أنا كرمال أمي وأختي هون، وقلت لك هذا الحكي من قبل كمان، وهلأ إذا بتسمح لي أنا عندي شغل بدي فوت. ليش الانفصام تبعك هلأ؟ لا تحكي بهالطريقة لو سمحت، أنا شكلي مالي فهمانتك ولا رح أفهمك، وإنت نفس الشي فرهاد. شو اللي ما قدرتي تفهميه فيني يا ترى؟ طيب اشرح لي بوضوح لكان، يمكن أنا مخي سميك. إيه، واضح إنه سميك. ليك فرهاد اسمعني، إنت شفت بعينك اللي صار فيني بهاليومين، الظروف اللي مرقت فيها كتير صعبة، وهلأ إذا بتسمح لي أنا. تفضلي، ما كان ناقصني غير هالغبي. كماشتكم كماشتكم، عم شوفك كتير بهالأيام. هلو، طلع فيني ولك. إذا بيصير شي بهالبنت أو بسمع أو بشوف إنك أزيتها رح دعسك برجلي. شو سبب هالاهتمام المفاجئ بهازان يا ترى؟ روق، خلينا نراجع الاحتمالات مع بعضنا. واحد، وطبعاً برأيي هذا الاحتمال هو الأصح، أنت حاسس بشي تجاه هازان، وهالشي كتير بيزعلني. ما بدنا نفوت بقصة الأخ اللي حب حبيبة أخوه عم يحاول ياخدها، وطبعاً أنت مو قادران تعترف لحالك، لأنه إذا اعترفت رح تصير تشوف حالك إنك واطي، وإذا بدك الصراحة رح أقلك إنك طبعاً رح تطلع واطي وقذر إذا حبيت لهازان. اثنين، برأيي هالاحتمال مانو احتمال مهم كتير، لأنه ما قدرت تنقذ زينب، فعم تحاول تنقذ وحدة تانية مشان تكفر عن ذنوبك. يلا حبيبي فرهاد، فضفضلي شوي، حكيلي نحن أخوة، حكيلي عم بسمعك. أنا قلت اللي بدي أقوله من زمان، خليك عائل، فهمت؟ عرف حدودك. ماما ليش ما ناديتي لي؟ كنت أنا كويته. ليش حدا بيسمعني إذا ناديت؟ وبعدين ماما بكرة رح تتزوجي، ما هيك يا خانو؟ شايفة كيف؟ إذا ما عرفت من حالي ما رح تقليلي. أنت وأبوك عملتوا اللي براسكم، تزوجي لهالواطي ابن الكلب ودمري حياتك ومستقبلك معه. ماما ما تساوي هيك، لأمتى رح تضلي تسمعيني حكي؟ رجعي هيك مرجاني، شبك بعدي عني، المكواية بإيدي بلا ما تحرقي حالي. حرقيني حرقيني. روحي، مو ناقصني جنانك هلأ. تمام، ايه بنيجي مو مشكلة. ايه يلا، الله معك. السلام عليكم. لك عم سلم عليكم، ليش ما حدا عم يرد السلام؟ عليكم السلام بابا. وعليكم السلام. حضروا حالكم انتو كمان. خير إن شاء الله جميل، لوين رايحين؟ كنجو بيك حكاني هلأ وعزمنا لعنده على البيت لحتى نجتمع ونتعشى كلياتنا مع بعضنا. ايه منيح، روح أنت وبنتك، معناتها أنا راسي واجعني. أنا كمان راسي واجعني، من تحت راسك رح انفجر 100 شقفة، رح فوت غسل. حضروا حالكم. رح تجلطوني، يقصف عمري لحتى أرتاح منكم. حبيبتي يلا قومي بقى، لزقتي بالتخت. ليش، في عندك مانع؟ خطيبة طارق مرجاني وأهلها جايين بعد شوي. ايه شو دخلني؟ مشان كلياتنا نقعد على السفرة سوا. وليش بقى؟ لحتى نقول انه نحن هون، اتفقنا؟ مو جينجو بده نكون كلنا سوا ونكون دائما مبتسمين لحتى يعطي انطباع العائلة؟
أنا برأيي إنه نحن ما لازم ننسحب هلأ هيك بهاي الطريقة. طالما هو عم بيلعب فينا خلينا نلعب فيه نحن كمان. بتساعديني بهالموضوع؟ اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.